عدوا لي أهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. قالت وزارة الصحة إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب مئات آخرون في الاشتباكات التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بين مؤيدين لرئيس الجمهورية ومعارضين له في المنطقة المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة. ويخيم هدوء حاذر حول القصر بينما شهدت دبابات للجيش عند بواباته وقوات الحرس الجمهوري حول أسواره في الوقت الذي أقام فيه مؤيدون للرئيس خياما للاعتصام في محيط القصر وسط غياب للمتظاهرين المعارضين. وقد دفعت وزارة الصحة بالدفع بنحو 16 سيارة إسعاف تمركزت في المنطقة الواقعة بين ما بين شارعي المرغني وإبراهيم اللقاني لتكون بالقرب من مقر الاعتصام. وقال مدير مرفق الإسعاف المصري إن هناك حالات عديدة خطيرة بين المصابين نظرا لاستخدام البعض الخرطوش في الاشتباكات بين الجانبين. معنا عبر الهاتف الدكتور محمد سلطان مدير مرفق الإسعاف المصري. دكتور محمد أهلا بك معنا. اهلا بيك يا فندم. دكتور محمد، ما حجم الاصابات ونوعها وعدد المصابين؟ هو احنا طبعا امبارح اتعاملنا مع عدد كبير جدا من المصابين، وصل لحوالي 685 حاله تم نقلها للمستشفيات. معظم الاصابات كانت عباره عن جروح، كدمات، سحاجات، طلق خرطوش. بعض الاصابات كانت اصابات طرق ناري. للأسف الشديد كان في 5 حالات وفاة تم نقلهم لمستشفيات هليوبوليس ومشيت البكري. احنا دفعنا بعربيات وانس مجرد ما الأحداث زادت، دفعنا وصلت عربياتنا الموجودة في الموقع لما يقرب من 80 سيارة إسعاف، وصلوا الموقع على مراحل وكانوا بيخلوا الموقع للمستشفيات القريبة ويعودوا إلى التمركز داخل المحاور المحيطة بقصر الاتحادية. دكتور محمد، يعني تقول هناك طلقات خرطوش وطلقات نارية أيضا، هل تمركزت في أماكن معينة من الجسد؟ هل ترى كطبيب أنها كانت تطلق بشكل عشوائي أم على مناطق معينة؟ يعني هل لديك إصابات في مناطق معينة؟ لا، الحقيقة كل شيء كان شيئا عشوائيا، كل شيء عشوائي، التحركات والطلقات كل شيء عشوائي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سلطان مدير مرفق الإسعاف المصري، كنت معنا عبر الهاتف. أما ميدان التحرير فقد توافد عليه صباح اليوم عشرات المتظاهرين احتجاجا على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية أمام قصر الاتحادية. وشهد ميدان التحرير وجودا مكثفا لأفراد اللجان الشعبية والمعتصمين منذ أسبوعين في الميدان على كافة المداخل المؤدية إليها. وشددت اللجان الشعبية الإجراءات الأمنية وعززت الحواجز منذ فجر اليوم بينما استمر إغلاق الميدان أمام حركة السيارات. في الوقت نفسه قرر المعتصمون في الميدان تنظيم 3 مسيرات عصر اليوم إلى قصر الاتحادية للاحتجاج على ما وصفوه باعتداء جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين وهدم خيام اعتصامهم. وقال عضو في المكتب التنفيذي للتيار الشعبي إن المسيرات ستكون من أمام مسجد النور بالعباسية ومن المطرية ومن مسجد ربع العدوية. صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية تعليقا على أحداث محيط قصر الاتحادية أن الشرطة لم تنحاز لأي من الطرفين خلال فض الاشتباكات. وأكد المصدر الأمني في بيان صادر عن وزارة الداخلية صباح اليوم أن الأجهزة الأمنية تواصلت مع الطرفين للانسحاب من محيط الاتحادية وقد استجاب معظم المعارضين. وقد كلفت أجهزة البحث والمعمل الجنائي بفحص مسرح الأحداث وإجراء التحريات لكشف الحقيقة وتحديد المتهمين. ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن عشرات من الدبلوماسيين المصريين في الخارج قد رفضوا الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر إجراؤه في 15 من الشهر الجاري. وأكد الدبلوماسيون رفضهم الإشراف على استفتاء دستور تراق بسببه دماء المصريين. جاء ذلك في بيان لعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أدانوا في كل يد شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث الدامية. وبالعودة إلى أحداث الاتحادية معنا الزميل كريم الأسيوطي. كريم، ما هو الموقف الآن أمام قصر الاتحادية وفي محيط قصر الاتحادية أيضا؟
نعم ضحى، الموقف الآن الأوضاع والاشتباكات قد هدأت تماما منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن قامت قوات من الحرس الجمهوري بالنزول إلى محيط قصر الاتحادية وقامت بوضع الحواجز والأسلاك الشائكة في الشوارع المؤدية إلى القصر، وما زالت تقوم حتى هذه اللحظة بوضع الأسلاك والحواجز في الشوارع المؤدية إلى محيط قصر الاتحادية. أيضا يتواجد هنا عدد كبير من قوات الأمن المركزي وعدد أيضا من الشخصيات الأمنية سواء كانت من الجيش أو من الشرطة. أيضا الذي يتواجد الآن في محيط قصر الاتحادية هم مؤيدو الرئيس محمد مرسي فقط، أما المعارضون قد انصرفوا منذ الساعات الأولى لهذا الصباح. أيضا توجد بعض الخيام التي قام عدد من مؤيدي الرئيس الذين نزلوا بالأمس لتأييد الإعلان الدستوري حسب قولهم، قاموا بنصب بعض الخيام في محيط قصر الاتحادية وأعلن أنهم سوف يعتصموا في محيط قصر الاتحادية، وذلك لأنهم يحموا الشرعية ويحمى الرئيس محمد مرسي الذي انتخبه الشعب المصري في انتخابات حرة ونزيهة، وذلك حسب قول بعضهم عندما قمت بسؤالهم حول إذا كانوا ينوون الانصراف أم سيستمرون في الاعتصام. أكدوا أنهم سيستمروا في الاعتصام ما لم يجد جديد، لكن البعض قال أنه ربما ينصرفوا في الساعات القليلة القادمة، وذلك إذا ما طلب منهم قوات من الجيش أو الحرس الجمهوري طلبوا منهم بالانصراف من محيط قصر الاتحادية. كريم، من المفترض أن تذهب مسيرات من عدة أماكن في اتجاه قصر الاتحادية، هل عندك معلومات إذا كانت المسيرات بدأت أم لا؟ مسيرات من قبل معارضي قرارات الرئيس. من قبل ماذا؟ من قبل المعارضين. من قبل المعارضين لا، حتى هذه اللحظة ضحى الأوضاع هنا هادئة تماما، لكن المؤيدون هنا يعني يبدون أنهم على أتم استعداد وأنهم مستعدون إذا ما جاءت أي مسيرات أخرى إلى محيط قصر الاتحادية. تحدثت مع أحدهم فذكر أن من قام بالاعتداء عليهم بالأمس هم المعارضون وأنهم جاءوا لكي يحموا محيط القصر، لكن الأوضاع هنا كما كريم ذكرت كريم أنت تقول أن نعم أنت تقول أن المتواجدين على أتم استعداد، على أتم استعداد بمعنى إيه؟ على أتم استعداد بمعنى إذا كان هناك هجوم من قبل المعارضين مثلما حدث بالأمس سيكون. يعني إيه هي الاستعدادات اللي أنت شفتها؟ يعني إيه هي الاستعدادات؟ نعم يعني إيه هي الاستعدادات؟ هم على أتم استعداد إزاي؟ يعني هم لم يذكروا لي صراحة، ولكن أكدوا أنهم هنا يحموا الشرعية وأنهم قاموا بالنزول في مسيرات سلمية وأنهم لا يحملون أسلحة، ولكن إذا بدأ الهجوم عليهم فإنهم لن يقفوا مقطوف الأيدي أمام هذا الهجوم، ربما بسبب وجود بعض الحجارة ويوجد هنا في الشوارع عدد كبير من الحجارة وذلك من مخلفات الأمس بسبب التراشق الذي حدث بالأمس بين المؤيدين والمعارضين، لكن تقوم قوات من الحماية المدنية والنظافة تقوم بإزالة هذه المخلفات من الحجارة وبعض قطع أمل. هذا من الأخبار يمكن الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على موقع ذاته. أيضا نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.